الشجرة دي صدقة جارية عن زوجة علي، الله يسعد علي وأيام علي وأولاد علي وأهل علي، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة. خلينا نشوف مع بعض. وأول ما بدأت أزرع إيدي الراجل الطيب ده الكريم المحترم وساعدني في المزرعة، وقال تعالى إني هساعدك، صلى على النبي، ممتاز والأدب، الله يسعده ويبارك فيه ساعدني. وبعد كده قام وقال لي الله يعينك ويجعلك مخدرية مجهولة إن شاء الله. كملنا مع بعض وهو مشي شاف حاله، ما يعرفش إن في حد بيصور، خلي بالكم. وأنا بقول له الله يجزيك خير عني وعن زوجة علي وعن علي وعن كل أهل علي، نكمل مع بعض في الخير ونتواصل ونزرع سبع خدارية. الشجرة لزوجة علي، بقول لك إيه، إلهي تشربي من نهر الكوثر، أنت وزوجك وأهل جوزك وكل من المدينة المنورة، ويا رب أنا وعيالي وأمي نشرب من ماء زمزم يا رب، هي دي اللي هتوصلنا للكوثر. قولوا يا رب، وكمان هنسقيها مع بعض.